الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. ترجمنا البارحة للصحابي الجليل الصالح أنس بن النضر رضي الله عنه، عم أنس بن مالك. ولما ترجمت له ذكرت البارحة أشياء وكنت قد نظرت فيها ولكن أنسيتها، شاء الله ذلك، ولعلني قد أكون أخطأت فيها، فلا حرج إن كان النسيان أو الخطأ غير المتعمد، فلا بأس أن أراجعها اليوم وأذكرها حتى يكون الأمر على بينة. وإن كانت هذه الأمور بالنسبة يعني لعمومنا لا تقدم ولا تؤخر كما يقال، ولكن بالمقابل يجب بيان الحق، فالحق أحق أن يتبع. ذكرت البارحة أن المرأة التي كسرت سن امرأة أخرى ثم رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يأخذ أهلها حقهم من هذه التي كسرت سنها، ذكرت أنها قريبة لأنس بن النضر رضي الله عنه، ولعلني قلت إنني نسيت اسمها، يعني عفوا نسيت قرابتها لأنس بن النضر، فسميتها الربيع بنت معوذ، هذا الذي ذكرته البارحة. والحقيقة أنها الربيع ولكن بنت النضر، قال يعني هي أخته. هناك صحابية جليلة أخرى كنت أقرأ حديثها البارحة اسمها الربيع بنت معوذ، فسبق ذهني إلى تلك الصحابية، بما أن الاسمين مثل بعضهما البعض لكن آباؤهما مختلفان. تلك الربيع بنت معوذ التي أخطأت البارحة فسميتها هكذا، والتي فعلت هذه الحادثة هي الربيع بنت النضر. لذلك لما قلت نسيت نسبتها إلى أنس بن النضر فإنما هي أخته رضي الله عنها، وهي إذن عمة أنس بن مالك أيضا، التي أشرنا البارحة إلى أنهم عائلة خير وفضل. إذن هذه التذكرة الأولى هي الربيع بنت النضر رضي الله تعالى عنها. كذا ذكرت البارحة شيئا آخر فقلت إنهم لما رفعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالقصاص، وقلت حينها هما أمران لا ثالث لهما، إما القصاص وإما العفو. والحقيقة أن لهما ثالثا أيضا نسيته حينما كنت أتكلم، فقلت هما أمران لا ثالث لهما، والحقيقة لهما ثالث. إذا اعتدى إنسان على إنسان بدءا هذا الاعتداء من القتل وانتهاء بأي إذاية دون القتل، هذا يسمى في عند العلماء الجناية، ولا يزال إلى الآن يقولون الجنايات. نعم هذا جناية، فإذا اعتدى على الإنسان إنسان على إنسان بدءا من القتل إلى أي شيء أقل منه مهما كان، فهذا له ثلاثة أحوال: إما القصاص، والقصاص كما ذكرنا البارحة أن إذا قتل يقتل، إذا قطع أذنا تقطع أذنه، إذا فقع عينا تفقع عينه، وهكذا، هذا هو القصاص. الحال الثانية التي لم أذكرها البارحة هي الدية أو الأرش. الدية أو الأرش، الدية تكون حين القتل وما أشبهه من الأمور الغليظة جدا، حينما يقتل إنسان فيعرض على أهله، إما القصاص أو الدية والأرش، كلاهما يعني متشابهان، أو الحال الثالث العفو. الدية أو القصاص هي دفع مال من قبل هذا الرجل الذي قتل هذا الإنسان أو اعتدى عليه باعتداء شديد أليم، أن يدفع مالا هو وأهله أيضا يدفعون لهذا الرجل الذي اعتدي عليه، إن كان قتل إلى أهله، إن لم يقتل لكن أصيب إصابة بالغة فيدفعون مالا، هذا يسمى دية. فهناك دية القتل وهناك دية الأعضاء على اختلاف قيمتها، فإذا رضي هؤلاء بأخذ الدية فلا بأس. قلت الدية أو الأرش، قال إيش هذا الأرش؟
الأرش كما يذكر العلماء هو تقدير قيمة النقص الذي أصاب جسد هذا الإنسان المعتدى عليه. يقدر الناس قيمة هذا الاعتداء، طبعا لا قيمة لجسم الإنسان من ناحية أن يقول يعوض بالمال، ولكن من باب التخفيف إن رضي الأهل، إن رضي المعتدى عليه وأهله، إن أقول. فإذا يعرض عليه الأرش، الأرش هو تقدير قيمة المصيبة التي أصابت هذا المعتدى عليه، كم قيمتها؟ يقدر بكذا، فيدفع إلى هذا المعتدى عليه ولأهله، هذا يسمى أرشا، وهذا الذي أسقطته البارحة. والثالثة وإما العفو، فالقصاص أو الدية والأرش أو العفو. ذكرت البارحة أيضا أنني قلت إنه لما استشهد رضي الله تعالى عنه كان المسلمون قد شوهت أجسادهم، لكنني لم أذكر أنه قد شوه جسده، قلت لعله كل الضربات التي أصابته من طعن الرماح وضرب السيوف. والحقيقة أنه ثبت في البخاري كما تأكدت أيضا البارحة بعد أن رجعت من الدرس، ثبت في البخاري أنه فضلا عن أكثر من 80 ضربة في جسده، كما ذكرت البارحة أكثر من 80 ضربة في جسده بالسيف والرمح وغيرها، أيضا مثل به. لعلني أشرت البارحة أنه لم يمثل يعني يشوه، لا، شوه جسده، ولذلك ما عرف أبدا حتى عرفته أخته ببنانه بأطراف أصابعه. فهذه ثلاثة أمور فاتتني البارحة، وجرني هذا بعد أن راجعت هذه القضية إلى أن أقول سبحان الله العظيم، أحاول أبذل جهدي ألا يعني أكون مخطئا، ولكن الإنسان يبقى إنسانا، فإذا أخطأت فمني، فمن نفسي ومن تقصيري ومن الشيطان. وهذه الأمور الثلاثة وإن كانت كما قلت قد لا تكون ذات أهمية كبيرة لنا، ولكن يجب على الإنسان أن يبين الحق، فالله تعالى قال الحق أحق أن يتبع. فسبحان الله الإنسان يحاول في كثير من الأحيان أن يقترب من الإتقان الكامل، ولكن يأتيه أحيانا من الله سبحانه وتعالى تنبيهات لعلها، أقول لعلها وهي والله أعلم كذلك، حتى لا يصيب الإنسان الغرور. إنسان حينما يحسن كلاما، حينما يتقن عملا، حين يجود شيئا، فإنه تأتيه النفس الأمارة ويأتيه الشيطان فيقول انظر إلى نفسك، كم أنت محسن، كم أنت متقن، كم أنت منظم لأمورك، كم أنت دقيق، أنت خير من غيرك. يأتي الشيطان والنفس الأمارة لتصنع بالإنسان هذه اللعبة، وهذه الحقيقة لعبة، الذي يصدق الشيطان أو نفسه الأمارة بأنه غير من خير من غيره فهو لعبة بين يدي الشيطان ونفسه الأمارة، تضحك عليه حتى تصغر له الناس وتعظم له نفسه، فيصل في مرحلة من المراحل والعياذ بالله إلى أن يكون تلميذ إبليس. قال إيش؟ تلميذ إبليس. كيف ولماذا؟ لأن إبليس قال يوما أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا الشيء سبحان الله حينما يخطئ الإنسان إن كان عاقلا يرجع إلى نفسه، هذه النفس، الإنسان ضعيف، خطاء، مقصر، مذنب، هذه حال الإنسان. لذلك كنت أستشف حكمة سبحان الله من قديم وأجد فيها شيئا عجيبا. ما هذه الحكمة؟ أقول بيني وبين نفسي، لما نفرغ من الصلاة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء أن نقوله إذا فرغنا من الصلاة استغفر الله العظيم. منذ زمن أقرأ هذا ثابت في الصحيح، يعني الاستغفار بعد الصلاة مباشرة، فأقول في نفسي يا الله، من قديم هذا الكلام أسأل نفسي لماذا نستغفر؟ افعلنا طاعة أم معصية؟ نحن كنا في طاعة، وخصوصا إذا كنا في المسجد وفي صلاة الجماعة وبكرنا إليها، يعني هذا أمر عظيم وهذا أمر مسنون ومستحب وجميل، لماذا يعني بدل أن نقول الحمد لله مثلا وفقنا للخير لماذا نستغفر؟ وقع في نفسي
هذا الذي يعني ألهمته، والله تعالى أعلم بالحق، ولكن والله أعلم قد يكون قريبا من الصواب. وقع في نفسي هذه القضية، ما هي؟ أشرت إليها منذ لحظات. الإنسان حينما يعمل العمل الصالح يأتيه الشيطان ونفسه، ما شاء الله عليك الحمد لله أنت ما في مثلك، وحينما يصل الإنسان إلى هذه اللحظة يدخل السم عليه مباشرة، بس ما حس ما في مثلي أنا، هذاك الوقت سم الإنسان، أصيب بالسم، دخل الداء جسده. الخطاء إذا سألته إن كان يعني فيه لفحة إيمان يقول والله أنا الله يتوب علينا، يقول هذا. ولكن الذي يفعل الطاعات يدخل عليه الشيطان يقول أنت 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 أنت، وهؤلاء من هم والناس أقل منك، هذا لا يحضر الفجر، هذا لا يصلي العصر، هذا يقصر في كذا، هذا يقصر في كذا، أنت كل هذا تفعله ولله الحمد فأنت خير منهم. حينما يصل الإنسان إلى هذه اللحظة يبدأ بالانحدار بدلا من الارتفاع. ولذلك لما يفرغ الإنسان من صلاته تذكر أنك صليت بتوفيق الله تعالى لك، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، هو من فضله وفقك فأتى بك، أكرمنا فجاء بنا. سبحان الله، ننظر أخونا أبونا أمنا أختنا ابننا جارنا صديقنا لا يأتي، طيب لماذا؟ يسأل الإنسان نفسه لماذا؟ قال إيه هو ضال هو عاطل. لا يا أخي لا تقل هذا الكلام، لا تقل هذا الكلام، الله تعالى أكرمك فجاء بك إلى بيته، فانسب الفضل لصاحب الفضل، هو الذي وفقك، وذاك الإنسان هداه الله، لا نقول غير هذا، ولكن لا تحتقره أو تستصغر وتستعلي نفسك. لذلك فرغت من العبادة بادر إلى الاستغفار واستشعر الانكسار حتى لا تظهر نفسك بالافتخار، حتى لا تشرئب على عباد الله. كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مع بعض تلامذته، لعله مع المزني أو البويطي رحمه الله تعالى، مزني تلميذه والبويطي هكذا عشان ما حدا يغلط، البويطي تلميذه آخر أيضا تلميذ له آخر، فكان يراجع معهما ومع غيرهما بعض كتبه التي أنشأها وألفها، فكلما يراجعون الكتاب يجدون شيئا، يعني يجد الإمام الشافعي أثناء مراجعته خطأ ويمر على الكتاب ويمضي، يراجعون مرة أخرى، قال ليش كم مرة يراجع الكتاب؟ هذا شأن الصالح العالم الصحيح أن يراجع نفسه، وإلا كما قلنا الذي يظن نفسه خلاص على فهذا سفل سفل نزل إلى الأسفل لم يعلو، خلاص هو فوق المراجعة، فوق أن يراجع نفسه ويحاسبها، فوق الخطأ، هذا لا يكون للبشر أبدا. قال فكلما راجع كتابه وجد فيه خطأ، فعل ذلك هو وبعض تلامذته 13 أو 14 مرة، فلما كان في المرة 13 أو 14 قال رفع يديه، سبحان الله، رفع يديه من القلم ثم قال أبى الله أن يصح شيء إلا كتابه، أبى الله أن يصح شيء إلا كتابه. والإمام الشافعي هو من هو، يعني ما يحتاج إلى البيان يا أيها الأحبة، هو من هو، عقله يعني يملأ الدنيا، كل من عاشره ممن كان معه في ذلك الوقت وحكى عنه حكى عنه هذا، من شدة علمه وذكائه وعقله وذاكرته وأدبه ولطفه، هو من هو، المهم رغم ذلك يجد فيقول أبى الله أن يصح إلا كتابه. سبحان الله، وقع في نفسي اليوم أن أتكلم عن هذه الأشياء بدل سياقة الصحابي اليوم لأجعله في يوم آخر لأسترد لنفسي هذا الأمر، لأنها قد يدخل عليها الشيطان كما قلت. بعض الأحبة منذ أيام بلغني فقال بعض الإخوة يعني يقول لك يبلغك عن طريق هذا الأخ أنك قلت يوما إن بعض الأئمة الذين قالوا كذا كذا في تفسير القرآن العظيم لم يصيبوا، فقلت له نعم، ولكن يا أخي حاشا لله أن أقصد انتقاصهم،
من الأئمة المفسرين الكبار أن يخطئوا، هذا أمر طبيعي، ولست أنا على حال الضعيف الذي أخطئهم، وإنما أئمة أمثالهم مثلا قالوا ذاك القول في التفسير خطأ. حينما أشرت إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام في قضية ولقد همت به وهم بها، فقلت من قال من العلماء رحمهم الله تعالى إن همه كان كهمها، همه كان كهمها، فإنه قد جانب الصواب، وذكرت على ذلك أدلة كثيرة. فبعض الإخوة قال لي في الإمام الفلاني من المفسرين قال هذا الكلام، قلت أعرف، ورغم ذلك أنا لما قلت جانب الصواب أو أخطأ ما قلت لأنني أظن نفسي أعوذ بالله من ذلك أنني فقته أو أنني جئت بهذا من بنات أفكاري أنا، وإنما لأن أئمة آخرين قالوا عن كلامه أنه غير صحيح، وثانيا لأن هذا يناسب عصمة الأنبياء. إذا قلنا أنه هم بها أي بدفعها عن نفسه لا بالإتيانها للفاحشة، فهذا أقرب إلى عصمة الأنبياء. فقال لي الذي يعترض عليك يقول إنها لما همت به وهم بها كانت في وقت من الأوقات، كان ذلك لم يكن سيدنا يوسف نبيا، لم ينزل عليه الوحي بعد. فقلت رغم ذلك هذا الكلام أجاب عنه العلماء قبلي، أنا لست منهم أصلا، لست لا أدعي لنفسي منذ القديم لا علما ولا فضلا، وإن شاء الله نشهد الله على ذلك. قد أخطئ قولا واحدا، قد أتصرف بتسرع قولا واحدا، هذا شأن البشر، ولكن أن أدعي لنفسي أنني خير من عباد الله إن شاء الله أراجع نفسي في ذلك دائما، هذا من فضل الله. المهم، فقلت له هذا أيضا رد عليه العلماء من قديم، وهو قضية أن يوسف عليه السلام ما كان نبيا، فلذلك يعني ما نزل عليه الوحي في ذلك الوقت لما كان مع هذه المرأة، فلذلك أراد هذه القضية. فقلت له أيضا رد العلماء فقالوا لا، وكلامهم صحيح وأصح ممن قال هذا الكلام. كيف قالوا، كيف ردوا؟ قالوا لو أنه فعل هذا ولو قبل النبوة لعيب عليه من إخوته ومن غير إخوته. سيدنا رسول الله لما بعثه الله كانوا ينادونه جاء الأمين، جاء الأمين، لو كانوا يعرفونه خائنا قبل 20 سنة من بعثته لقالوا إيه محمد خاننا قبل 20 سنة، ما كان نبيا صحيح، ولكن سيذكرونها ويتهمونه. فالله أكرمهم بالحفظ، الأنبياء بالحفظ لا بالعصمة، العصمة من بعد النبوة، من قبل النبوة بالحفظ من المعاصي حتى لا يتهموا، حتى لا ينتقص من مقامهم، حتى لا يقال انظروا لما كان يستطيع إخوته كانوا أن يتهموه فيقولوا ما فعل مع امرأة عزيز بعد أن اكتشفوا القصة مثلا، أو غير إخوته، هي المرأة نفسها تقول أنت الذي تدعي أنت هممت بي، ما قالت هذا ولا اتهمته ولا أشارت إليه، كل هذا ما كان، ما حصل يا أيها الأحبة. فلذلك لما أقول مثلا أرجح قولا على قول أيضا ليس مني تعالما إن شاء الله، ليس هكذا، وإنما لأنني أجد هذا الصواب، وإن لم أقل هذا فماذا أقول؟ يعني أسرد الأقوال كلها ثم أقول انتقوا؟ لا أستطيع هذا. كثير من الإخوة يقول أخي وأيهما الأقوى؟ أقول والله أعلم، دائما تسمعون مني والله أعلم، والله أعلم كذا هو الأقوى. لماذا؟ حتى توصل الفكرة بشكل يسير إليكم حتى تتقبلوها، وإلا إذا سردت 10 أقوال في القضية سيضيع السامع، يقول أيهما نأخذ. فلذلك هذا ليس من باب إظهار أنني أنا أستطيع أن أرجح وأبرر فأقول هذا أفهم من هذا وهذا أعلم من هذا، أنا لا أستطيع، أنا عبد ضعيف، وقد الآن أشرت إلى بعض أخطاء نفسي فأستغفر الله وأتوب إليه، وهذا درس لنا جميعا، مراجعة النفس ومحاسبتها، كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتهيأوا للعرض الأكبر على الله. رزقني الله وإياكم والمسلمين أن نحاسب أنفسنا على طاعة الله حتى نكون ممن يرضى الله عنهم، والحمد لله رب العالمين.